هلا تعالوا نفوت على الاسئله اللي بتخليك تتحدي ذهنيا، لانه الاسئله تتحدي شو يجاوب. رقم واحد، احلى عمر مرق بحياتك امتين؟ تعال اعطيك جواب. مثلا اجا قال لك بعشريناتي، شو كان مميز هالقد بهيدا الوقت؟ رقم اثنين، شو رايك بالندم؟ حيجاوبك. لما يجاوبك ليش رايك هيك؟ كمان بدي انبهك على موضوع هون، انت عم تتسمع عليه مش لحتى تشوفي اغلاطه ومش اغلاطه، حشريه، بدي افهم شو عم بفكر حتى لو كان غلط. فلو كان غلط مش شغلتك تصلحي له. رقم ثلاثة، شو رايك بالصحبه، الزماله، الصداقه بين الرجل والمراه؟ ليش رايك هيك؟ شو خليك تفكر هيك؟ بدون هجوميه، بنبره صوتك، بدون انسحاب، بدون تبرير على وجهه نظرك. تعال نروح اللي بعده. اللي بعده عندك رقم أربعة. رقم أربعة حلو كتير، بدك تسأليه شو أكتر طبع بتحبه بحالك؟ الفكرة وين هون؟ كل ما شخص حكالك على شغلات هو مبسوط فيها، كل ما هو مستمتع. آخر أكبر درس أخدته بحياتك شو كان؟ أول ما يجاوبك رح يكون عندك السؤال رقم ستة وراها، شو هو هيدا الموقف بهيدا الوقت اللي خليك تاخد هذا الدرس؟ رقم سبعة هو آخر اكتشاف أدركته بنفسك شو كان؟ رقم ثمانية، أكبر مغامرة شغل اللي بتخوفك عملتها بحياتك شو كانت؟ رقم تسعة، شغلة إذا أنت كنت بتعرفها بالماضي كانت غيرت لك حياتك شو هي؟ تكملي معه. ليش؟ شو كان صار؟ شو كانت النتيجة؟ كيف غلطت هالغلط؟ شو حسيت بوقتها؟ إلى آخره. رقم عشرة، شو أحلى شي بتحبه بأعز صاحب على قلبك؟ أعز صاحب على قلبه هو حدا العزيز كتير اللي بحب يقضي وقت معه. تعرفي على هاي الخصال اللي هو بتجذبه. بتمنى هاي الحلقة تكون عجبتك. إذا عجبتك ما تنسي لايك، كوم، تخبريني شو رأيك، بنكمل بسلسلة هيك، وشير كمان للناس اللي عايزينه. بحبك قد الكون وما فيه. بشوفك بالحلقة اللي جايه.